الصناعة، هل المفاعلات البحثية بتشجع أنواع معينة من الصناعة؟ تمام. خليني اقول لك ان احنا في ظل الصناعه، احنا في طور انتاج نظير جديد من النظائر المشعه، بيستخدم بشكل مكثف جدا في الصناعه، بيستخدم لتحديد المستويات، في بيستخدم للتاكد من جوده اللحامات، يستخدم في يعني تطبيقات صناعيه كتيره جدا. مش بس كده، احنا قادرين باستخدام النظائر المشعه على تحديد اماكن الاعطال في منشات كتيره جدا. في بعض التنكات بنقدر نقدم خدمات في مجال الصناعه ضخمه، بنساعد الشركات الصناعيه على انها تؤدي عملها بشكل افضل.